وللمزيد حول البيان الذي أصدرته اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي بشأن حادثة إلقاء القبض على أحد العناصر التابعة للميليشيات والذي حاول تفجير سيارة مفخخة في الناصرية، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من لندن عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي السيد إبراهيم العجيلي. مرحبا بك معنا. مرحبتين، أهلا وسهلا. أستاذ إبراهيم، بعد الكشف عن هوية المتهم المنتمي إلى إحدى ميليشيات الحشد، يجدر السؤال عن سبب عودة الميليشيات لسياسة ترهيب الناس عبر المفخخات وهي تسيطر على كل مفاصل الدولة. هو بالحقيقة يعني ما صار تحجيم لعمل الميليشيات أو العمل ما يسمى بالطرف الثالث والحركات المتتالية للمتظاهرين وخطف المتظاهرين وأحيانا قتل النشطاء اغتيال النشطاء. لحد الآن لم تتخذ إجراءات فعلية في حق المجرمين بالرغم من تشخيصهم والقبض عليهم. نعم. فالمسألة مستمرة على قدم وساق، يعني من أجل إثارة الفوضى وربما يعني البحث عن المواجهات المسلحة، هذا شيء مؤكد. نعم. والمتظاهرين عزل لا يستطيعون أن يواجهون سلطة ولا حتى يواجهون ميليشيات. يعني احنا نبحث عن طرق بمعنى معنى ان السلطه تبحث عن طرق تؤدي الى حرب اهليه. طيب، تحدثتم في بيانكم عن ان احد اهداف هذه العمليات هو احياء النزاعات الطائفيه مره اخرى. الى اي مدى استطاعت ثوره تشرين في اضعاف هذه النزاعات الطائفيه؟ والله الشارع شاهد على ذلك، ودليل على ذلك انه اللحمه الموجوده بالشارع افسدت هذه الافكار واصبح الشعب العراقي موحد. ان التحرشات اللي تصير بالمتظاهرين هي من افراد من اشخاص محسوبين على السلطه، محسوبين على الميليشيات، محسوبين على اطراف خارجيه. هم يعني مجموعات قليله لا تعد الى حسابات ابناء الشعب العراقي. لكن لماذا يحاول شركاء العمليه السياسيه احياء هذه النزعات الطائفيه وتقويتها بين الجمهور العراقي؟ هم من الضروري جدا حسب ما هم يفكرون، من الضروري جدا إثارة النعرات الطائفية وإثارة الاقتتال الداخلي من أجل بقاء السلطة على ما هي عليه، من أجل بقاء النفوذ الطائفي بالعراق. نعم. هل ستنجح الميليشيات عبر هذا الإرهاب الممنهج؟ بالتأكيد لا، لأن إرادة الشعب أقوى، لأن الشعب قرر أن يمضي إلى الأمام وأن يعطي المزيد من الضحايا. نعم، أشكرك الأستاذ إبراهيم العجيلي عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي.